يعني فينالمون ما هي الخلاصة؟ الخلاصة هي أنه يعني هناك إرادة لإفهام الرجويين أنه النموذج الذي هو مول شكارة ما يصلحش للراجل. يعني هذه بغا يوصلوها لينا من الآخر، يعني هذا هو الهدف. حيت ملي كيكون واحد البرنامج لابد عنده واحد استراتيجية وعنده واحد لوبجيكتيف بغا يوصل ليه. لوبجيكتيف انتيليكتويال هو نوصلوا البرامج الجماهير واحد القناعه هي ان الفرقه راه غاده مزيان، راه واخا كاين البريكول، واخا كاين ديك العشوائيه في التسيير، واخا كاين التسيير ديال البيسري وديال لو كوتيديان، راه الفرقه راه كتخرج راسها وكتجيب ارقام. اذا كيخصنا غادي نبقاو غادي في هذه الحدود ونمشيو مع الازمه راه باقا مستمره ونحاولوا سنوات نبقاو غادي في هذا الاتجاه، وخص الجماهير تمشي مع هذا الشيء وتخلي هاد الناس اللي كيسيروا دابا راه غادي مزيان بلا ما نبقاو نخربقوا ونديروا ونشومبوليو، ولا الفرقه غاده مزيانه ولا يمكننا نمشي ولا يمكننا توصل للاهداف اللي باغي الجماهير خليوها. اذا هذا هو الهدف، فالجماهير فهمات وعرفات كل واحد اشنو كيدور في دماغه، فتنظن بانه الجماهير راه عارفه شنو خاص وعارف شنو كيتسنى الفريق وما هي يعني التغيير التاريخي اللي خصو يوقع في الفريق. لانه اخيرا الجماهير راه فهمات انه طريقة التسيير اللي كاينه في المانجا هي طريقة تعتمد على التحكم. هناك تحكم من مجموعة مسيرين قدامى، يعني هما كيعتبروا بأن الفريق هو إرث لهم وهما اللي عندهم الحق أنه يبقوا يتحكموا فيه، هما اللي عندهم الحق يشوفوا الرئيس اللي في مصلحة الرجاء، وهما اللي كيشوفوا مصلحة الرجاء أكثر من الجماهير الرجاوية بصفة عامة. لهذا بغاو هما هذه السياسة تبقى غادية. بطبيعة الحال ان هذه السياسه باش يمكن لها تستمر وباش يمكن لهم هما يستمروا كيخص واحد الدعم من المؤسسات المسيره للكره، فهما بطبيعه الحال كيتعاملوا مع المؤسسات بطريقه اللي هي اللي فيها بزاف ديال التنازلات. وحنا كنا كنشوفوا في العهد ديال الزيات تم التنازل على مبدا على محاربه مبدا ازدواجيه المهام. في الجمع العام الاول كان الزيات كيقول لهم لا نيات ما كاينش ازدواجيه المهام، ولكن من بعد ملي جا الاندلسي تنازل عليها وصادق على التقرير المالي دغيا وقال بانه ما بقاش كيجبد هذه النقطه ديال ازدواجيه المهام. بقى السي الناصري الله يعاونك، بقى السي القجع با بروبليم، واخا حنا عارفين القجع بانه ما بقاش عضو ما بقاش رئيس ديال بركان، ولكن راه باقي رئيس شرفي او رئيس من وراء الستار. لا هذه راه ما كيحيدها حتى شي واحد. دونك هاد الناس اللي كيسيروا دابا وهادو اذا غادي مع الجامعه. وما نساوش راك هناك تنازلات اللي واضحه، لا احتجاج على التحكيم، لا بلاغات، لا كذا، والجمهور بوحدو كيتحرق على الفرقه من دون اي سند من طرف المكتب المسير. كتكون بعض البلاغات اللي هي ضبابيه، بلاغات اللي حتى على المستوى الافريقي، بلاغات اللي ما كنشوفوش فيها البلاغ الاصلي او الرساله الاصليه، كتعتمد عليك قضيه ديال نقلا عن، تيقول لك وقد قام المكتب المسير بمناسبة الكاف للاحتجاج على كذا، أو مناسبة الجامعة للاحتجاج على كذا، ولكن الرسالة اللي مشات ما كنشوفوهاش. نقدر نقول لك أنا اللي بغيت نقول لك، أنا ندير لك بلاغ نقول لك أنا كتبت الأمم المتحدة كاع، ولكن فين هي الرسالة اللي صيفطت باش الجمهور يثيق؟ لأن الجمهور فقد الثقة في المؤسسة المسيرة لفريق الرجاء البيضاوي، مسألة ولات واضحة. إذا هاد الناس إلا بغاو يستمروا رغم أن الثقة ما كايناش فهم أحرار يستمروا با بروبليم، غير هما اللي غادي يعانيو الامرين مع جماهير الرجاء الغيوره، لان جماهير الرجاء الغيوره تريد التغيير، تريد عهدا جديدا. غادي نفتح المجال للاخوان نشوفوا معنا الاخ سميتو، لانه وعدته باش غادي نتصل به يعطينا الراي ديالو، لانه اعطاني واحد المعلومه بالنسبه لاخ جعفر. وي ومن بعد نفتحوا المجال للاخوان، ما كنديش مشكل. الو السلام عليكم. تبارك الله على السي جعفر. صافا خويا بخير؟ بخير وشكرا لك، الله يحفظك لي، الله يبارك فيك. ياك ما شي وقت غير مناسب؟ لا 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 نهائيا لا نهائيا لا مرحبا. تحيه ليك انت تفتح لي، الله يحفظك استاذ. تحيه ليك سي جعفر وتحيه للناس تاع تركيا، ففرصه سعيده هذه. بطبيعه الحال طلعتي على الموضوع ديالنا اليوم، يعني انه لا لا الترشيحات بين الحلم والواقع،
اشنا هو الحلم ديالنا واشنو يمكن يتحقق من داكشي اللي وعدونا به الموشحين؟ كيفاش كتشوف هذه القضية السي جعفر؟ تفضل. أولا شكرا سي يوسف على المجهودات ديالك القيمة اللي دائما أنك كتطالع الجمهور وأنك تشارك مع الجمهور الأفكار ديالهم باش يكون تحياتي. الجمهور عنده واحد الفكرة على وضعية الفريق. وي تحياتي. وهذه واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف. نعم. يعني غنمشيو نهضروا على مسألة ديال الترشيحات، فكنا غنقدروا نديروا غير قراءة من خلال المداخلتين اللي كان دارهم او البرامج اللي شاركوا فيهم جوج المرشحين، السي انيس محفوظ والثاني هو السي سرامي البارح اللي كانت مع راديو مارس، راديو سبور ماروك ما مادرة. نعم. دونك اللي بغينا نشوفو يعني كمداخله، الا بغينا نشوفو كمداخله بالنسبه ديال السي انيس محفوظ كان دارها مع السي اسامه، بناء على انه يوضح بعض الامور اللي كتقال عليه من مغالطات او من عتاب، ومن طون يتكلمنا عن المشروع ديالو. انت راك فاش تصنت لك راه فهمتي هاد الامور كامل اللي راه ممكن اني نتكلم عليها، فانت ذكرتيها بالتفصيل، يعني ما كاينلاش انني ندير فيها يعني واحد الاطناب اني نكثر فيها. فالنقطه المهمه اللي بغيت زعما نبارطاجي مع الجمهور الرجاوي هو